السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. إلى العناوين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. إلى العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رؤساء وممثلي الحركات السياسية لجمهورية مالي، وإشادة كبيرة بدور وجهود الجزائر في استرجاع الأمن والسلم في المنطقة. الجزائر تحتضن الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل، وفي صلب الأشغال صياغة تصور موحد لتكثيف التنسيق من أجل محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة يستقبل وزير الدولة المكلف بالقوات المسلحة البريطانية. الرفع من الأجور هو قرار مناسب أتى في الوقت المناسب، لهذا نحن نثمن يعني رئيس الجمهورية على هذه المبادرة، ونتمنى يعني نتمنى حتى يعني في المستقبل إن شاء الله أن هذه الأجور تكون متوافقة مع التطورات. هي قرارات كما نقولوا قرارات جد مهمة،
وراح تساعد وتساعد المواطنين باش يقضيوا الحاجيه تاعهم. راه شجاعه وحنا رانا معها مهما كانت، وحنا رانا مع الرئيس مع هاد القرارات النبيله نقدر نقول لإنعاش الاقتصاد الوطني والمعيشه وتحسين المعيشه للمواطن. تثمين واسع لقرار رئيس الجمهورية برفع الأجور والمنح لفائدة قرابة 8 ملايين مستفيد وصبها قبل شهر رمضان. تخصصات مستحدثة تواكب الحركية الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل مع الانطلاق الرسمي للدخول التكويني الجديد. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رؤساء وممثلي الحركات السياسية لجمهورية مالي. اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطلع ممرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. وعقب الاستقبال أدلى الناطق باسم رؤساء وممثلي الحركات السياسية لجمهورية مالي بالتصريح التالي. أولا باسمي كناطق رسمي بهذا الوفد نشكر فخامة الرئيس السيد عبد المجيد التبون على هذا الاستقبال الحار، ونشكر الدور الذي تقوم به الجزائر ما يتعلق بمسار السلم والمصالحة، والدور الذي تقوم به الجزائر أيضا من أجل يعني الأمن والاستقرار في مالي عامة وما يخصنا احنا في ولايات الشمال ما نسموها بازوات. في الحقيقة الجزائر تشكر على هذا الدور الجبار، لأن منذ حوالي 50 أو 40 سنة دائما ما تكون فيه مشكلة بيننا وبين الجنوب تكون الجزائر موجودة بالدور الفعال ويتم فيه توقيع على اتفاقية. بالتالي نحن نشكر الجزائر على هذا الدور، ومن خلال هذا اللقاء اتضح لنا أن الجزائر اليوم أتت بأقوى من مضى، لأن عندها ديناميكية جديدة يعني من استرجاع الأمن والسلم في المنطقة. ونحن في الحقيقة نعبر باسم الشعب الأزوادي وشعب الشمال مالي عامة عن شكرنا لهذا الدور الذي تقوم به الجزائر. الجزائر وانطلاقا من انتمائها الإفريقي وإيمانها بمعادلة التنمية والاستقرار في المنطقة تجدد في كل مرة التزامها مع دول الجوار والساحل امتدادا إلى العمق الإفريقي بمبدأ النهوض معا، كما جاء على لسان رئيس الجمهورية في اللقاء الإعلامي الدوري الأخير بخصوص الأشقاء في مالي ومدى استعداد الجزائر لدعمهم من خلال تمويل المشاريع والدفع بالتنمية خصوصا في مدن الشمال المالي عبر ما خصصته الجزائر للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من حصة مالية تقدر بمليار دولار. تقول حورية جرجر: يجمع الخبراء المتتبعون المتغيرات الجيوسياسية أن هنالك أوراقا يعاد توزيعها وترتيبها إقليميا ودوليا على حساب دول وشعوب أنهكتها الصراعات الداخلية والأطماع الخارجية، مما أبقاها حبيسة الفقر والحرمان في غياب الهياكل والتجهيزات والمخططات التنموية. الجزائر ووعيا منها بعمقها الإفريقي كمجال حيوي تدرك أن القاسم المشترك بين السلم والأمان هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فجاءت التزامات الجزائر مع الأشقاء في مالي ثابتة بدعم التنمية في شمال مالي. احنا التزمنا مع الأشقاء في مالي باش شمال مالي هذا باش ندخل اقتصاديا نساعدهم في نبني بعض المدارس في كيدال في قاوة في بني مدرسة ولا اثنين، نعطوهم شاتودو ونجيبوا الفوراج باش نديروا الماء باش يوصل المياه للعائلات اخره، ربما دي كيت سولار بالنسبة للكهرباء، ديسبونسار دو سونتي، هادو هما اللي نساعدوا بهم، ومشاريع أخرى اللي يطلبها هما كما هذه باش نخلق سوق، لأن أغلب الأفارقة يعتبروا أن الجزائر أخوهم الكبير. هذا ويندرج قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون
بمنح 1 مليار دولار لتمويل المشاريع التنموية في دول إفريقية عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ضمن التوجه البراغماتي للجزائر تجاه بعض الدول الإفريقية التي تحتاج إلى مرافق ومشاريع تنموية حيوية، خاصة دول ساحل الصحراء. وتؤكد المقاربة الجزائرية تجاه مالي أن التكامل الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والاستقرار الأمني في إفريقيا يمر حتما عبر التكافل بين الدول. هذا واحتضنت الجزائر اليوم الاجتماع الثاني لنداء من أجل الساحل، وفي صلب الأشغال صياغة تصور موحد لتكثيف التنسيق من أجل محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. المتابعة لسونيا جاسي. الإرهاب والتطرف العنيف بؤر أغرقت دول الساحل في متاهات التخلف والفقر والحرمان، ظواهر أصبحت تهدد كيان الدول وليس أهالي المنطقة فحسب. وفي الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل نداء لضرورة وضع مقاربة شاملة وخطة استعجالية لمواجهة الظواهر التي تهدد أمن واستقرار دول الساحل. تتبنى الجزائر التي هي جزء لا يتجزأ من فضاء الساحل الشاسع سياسة تفاعلية متكاملة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة من خلال دعمها المستمر لتعزيز القدرات الوطنية لدول المنطقة وتكثيف التعاون الإقليمي العملياتي والمساهمة الملموسة في معالجة الأسباب العميقة لهذه الآفة الخطيرة. هذا اللقاء الهام يهدف إلى تبادل خبراتنا في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق لمواجهة هذه الظاهرة بتفعيل آليات التعاون البرلمانية. ولا تنفصم مقاربة محاربة الإرهاب والعنف عن الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات البرلمانية المحلية. الآن المجتمع الدولي والاتحاد البرلماني الدولي يرى أن الحل الإفريقي للمشكلة الإفريقية ضروري جدا، يعني أن يكون الحلول أن تكون من أبناء شعوب منطقة الساحل، وهنا يكمن قوة هذا الاجتماع من خلال مشاركة عدد معتبر من علماء ودعاة أئمة الساحل، من خلال مشاركة أعيان قبائل عندهم ثقلهم في دول الساحل، من خلال مشاركة 50 برلماني من برلمانات دول الساحل. الجزائر من الناحية الفنية هي الدولة الوحيدة في العالم التي حاربت الإرهاب منفردة، فلا توجد دولة في العالم حاربت الإرهاب منفردة قبل وجود القرارات الدولية للأمم المتحدة وقبل وجود أي ما يتعلق بالقانون الدولي، فقامت الجزائر بعمل منفرد. نمرة واحد. نمرة اثنين، الجزائر هي الدولة الوحيدة العربية التي احتضنت الجين الأفريقي الجغرافي، فأصبحت دولة انتمائها داخل الاتحاد البرلماني طبقا مع المجموعة الأفريقية، فبالتالي الجزائر هي الدولة التي تمثل اللغة العربية والثقافة العربية ولكن هذا العمق والأساس الأفريقي. تحقيق مقاربة دحض الإرهاب ومنع كل أشكال التطرف العنيف يأتي حتما بتفعيل دور القادة الدينيين وإتاحة خطاب مضاد للإيديولوجيات، مقاربة لا طالما رفعت من أجلها الجزائر. عقد اجتماع مثل هذا في الجزائر، في دولة لها خبرة، في دولة لها تجربة، في دولة استطاعت بقدراتها الذاتية فقط أن تحارب هذه الظاهرة بدون مشاركة وبدون مساهمة وبدون يعني دفع من جهة أخرى. كما أنا أقول دائما، الرسول قال المؤمن كالجسد الذي اشتكى من عضو تداعى السائل بالسهر والحمى. بسبب ذلك إذا قام الجزائر بهذه الأعمال المهمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والله هذا شيء عجيب عظيم، والذي إذا وجدنا في مشكلة الحل لهذه المشكلة سيكون فائدة وأمنا لجميع الأمة الإفريقية. الجزائر استطاعت أن تجلب إضافة نوعية للقارة، ليس فقط في مجال مكافحة الإرهاب ولكن في المجال الديني أيضا.
ضمان الأمن والتنمية والاستقرار في إفريقيا عموما وفي دول الساحل خصوصا يستوجب تعزيز التنسيق في كل المجالات وتحقيق الاندماج بين كل الدول الإفريقية. تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، قررت وزارة الشؤون الخارجية إعادة فتح سفارة الجزائر بكييف بأوكرانيا. القرار يندرج في إطار الحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية ومصالح الجالية الوطنية في هذا البلد. هذا وكانت سفارة الجزائر بكييف قد جمدت أنشطتها جراء تدهور الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، وسيتم تسييرها من قبل القائم بالأعمال، حيث سيكون القرار ساريا في أقرب الأجل. استقبل السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي السيد جيمس ستيفن هيبي وزير الدولة المكلف بالقوات المسلحة البريطانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد هام. المتابعة لهدى الوبح. اللقاء حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني إلى جانب أعضاء الوفد البريطاني. خلال هذا اللقاء تطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في بدايتها بالمسؤول البريطاني والوفد المرافق له، والذي تشكل زيارته إلى الجزائر امتدادا لزيارات سابقة مكنت الطرفين من التطرق إلى مواضيع الساعة والمجالات ذات الاهتمام المشترك. إن زيارتكم هذه تأتي بعد أيام قليلة من زيارة مارشال مارتن إليوت سامسون المستشار الأعلى للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي مكنت الطرفين من التطرق إلى مواضيع الساعة والمجالات ذات الاهتمام المشترك. إن هذا النوع من النشاطات واللقاءات يمثل فرصة مواتية للارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى إلى مصاف تطلعات مؤسساتينا. السيد الفريق أول أشار أيضا إلى استعداد القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التام وإرادتها الثابتة لبذل الجهود اللازمة من أجل تجسيد ديناميكية تعاون تعود بالفائدة على الجيشين. في هذا الصدد أؤكد لكم أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تبدي استعدادها التام وإرادتها الثابتة لبذل الجهود اللازمة من أجل تجسيد ديناميكية التعاون تعود بالفائدة على المؤسستين وقائمة على أساس تبادل صريح ورؤية موضوعية وبراغماتية. السيد الفريق أول نوه بنوعية العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال تبادل الخبرات في إطار مكافحة الإرهاب وفي مجال التكوين. فيما يخص التعاون العسكري الثنائي، أود التنويه بنوعية العلاقات التي تحرص السلطات العليا لبلدينا على ترقيتها أكثر فأكثر، لا سيما من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار تبادل الخبرات في إطار مكافحة الإرهاب وفي مجال التكوين. أيضا وبهدف تنويع نشاطات تعاوننا الثنائي
يمكننا القيام بالمشاورات الثنائية اللازمة قصد تحديد الفرص المتاحة والمجالات المواتية من أجل تجسيدها. اللقاء شكل أيضا فرصة للطرفين لتبادل التحاليل حول عديد المسائل الإقليمية والدولية، حيث أبدى المسؤول البريطاني استعداد بلاده لتطوير أكثر التعاون العسكري الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها السيد جيمس ستيفان هيبي وزير الدولة المكلف بالقوات المسلحة البريطانية على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي الدوري الأخير، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة في حوار حصري للتلفزيون الجزائري، كشف أن زيادة الأجور التي أقرها السيد الرئيس سيستفيد منها قرابة 8 ملايين شخص، وأن الزيادة المقررة في المعاشات سيتم صبها قبل حلول شهر رمضان ابتداء من 10 مارس الداخل. القرار اللي جاء به السيد رئيس الجمهورية لسنة 2023 يمس تقريبا 8 ملايين مستفيد، وبالتفصيل هذا القرار يمس في إطار يعني زيادة في الأجور تقريبا 2 ملايين و800 ألف يعني موظف في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية اللي راح يستفدوا من هذه الزيادات، منها 90% من فئة الموظفين و10% من فئة المتعاقدين. بما يخص المعاشات التقاعد والمنح التقاعد راح تمس تقريبا 2 ملايين و985 ألف مستفد. أما المنح بطلب طبعا مست تقريبا 2 ملايين مستفيد. نذكر ان يعني بما يخص منحة البطالة قد تم الصب هذه المنحة ابتداء من شهر جانفي، حيث يعني البطالين اللي كانوا مسجلين استفدوا ب 15 ألف دينار ابتداء من شهر جانفي. اما بما يخص الزيادات اللي تمس المعاشات سيتم صب كل معاشات يعني منحة او معاش انطلاق يعني من شهر مارس 2023 كما جاء به السيد رئيس الجمهورية، وهذا انطلاق من 10 مارس إلى غاية 20 مارس، حتى يعني من اللي كانوا يستفدوا بعد 20 مارس راح نقدم الاستفادة تاعهم قبل شهر رمضان. يعني هذا بما يخص الزيادات اللي جاء بهم السيد رئيس الجمهورية اللي تمس 8 ملايين مستفيد. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أوضح أنه سيتم إدماج 4494 موظفا في قطاع التربية خلال هذه السنة، وأن هذه السنة ستكون سنة للغلق النهائي لملف العقود محددة المدة. بما يخص الإدماج في قطاع الوظيفة العمومية، نذكر أن تقريبا 600 ألف يعني عامل وعاملة تم يعني الإدماج تاعهم خلال سنة 2022، والباقي يعني اللي هو عدد جد يعني منخفض راح يكون في سنة 2023. نذكر من بين 326,115 المستفيد من هذا الإدماج في قطاع الإداري تم إلى غاية نهاية شهر جانفي إدماج تقريب 321,621، ما يعطينا نسبة الإدماج في قطاع الإداري هو 98.5%. الباقي يعني إلا 4494 موظف على مستوى قطاع التربية الذي سيتم الإدماج تاعهم بصفة نهائية في منصب مشرف تربوي على مستوى المؤسسات التربوية، ولهذا يعني الصنف تم إنشاء مناصب العمل
وتم وضع الأموال للأجور تاعهم على مستوى وزارة التربية. وقرار رئيس الجمهورية بزيادة الأجور لقي تثمينا واسعا من مختلف الشرائح المستفيدة، ويأتي في إطار إيلاء الدولة عناية خاصة لتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى توفير العيش الكريم للمواطن. المزيد مع وليد قدري. قبل حلول الشهر الفضيل ستكون المبالغ المالية المترتبة عن زيادة أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين ومنح البطالين في حساباتهم الجارية. إنه التزام متجدد من رئيس الجمهورية عبر قنوات المصارحة بينه وبين الشعب، واختيار هذا التوقيت في حد ذاته يراعي حاجة المواطن كي يكون في أريحية لمجابهة متطلبات الشهر الفضيل ومن ثم ما بعده. أنا صراحة راني تقريبا ندير لو سميك في التقاعد تاعي، ماذا بيا يزيد الآخر راه يفيدني ويفيد وليداتي. قرار مليح وحاجة باينة، خاطرش ديجا المعيشة غلات أو غلات على الناس كل، هو قرار مليح إن شاء الله ربي تكون زيادة مليحة. نباركوا في الشيء اللي داروا قرار السيد رئيس الجمهورية في رفع الأجور والمنح الزائدة هذه ونتاع البطالة، وحاجة مليحة. خطوة ما شاء الله يعني نحو الخير، نحو زيادة الخير إن شاء الله. بفضل يعني المبادرة تاع رئيس الجمهورية اللي نشكروه على كل حال على المجهود اللي راه يقوم به في الزيادات هذه، بالنسبة للنظرة تاعو بالنسبة للوظيف العمومي ولجميع الشارع. إن شاء الله بهذه الزيادة واحد تحسن الأمور تاعو ويقلع الانشغال تاع هذه الأمور ويولي خمم في حاجة وده. هذه الزيادة الأخيرة هي قطعة أخرى تضاف على الهرم المتصاعد لزيادة الأجور في سنوات الجزائر الجديدة. خلف هذه الثمار التي يجنيها المواطن فقط الإرادة الصادقة للسلطة في الاستجابة لمطالب الشعب وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين، ما تأتى عنه سلسلة زيادات في الأجور تمثلت بداية في إلغاء المادة 87 مكرر ورفع قيمة النقطة الاستدلالية المحددة للأجور وزيادة عدد النقاط الاستدلالية على دفعات. أول تلك القرارات كان سنة 2020 ووصف بالشجاع والتاريخي بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلد حينها ووضعية الخزينة العمومية في الاستجابة للوطأة المالية لزيادة الأجور، وكل هذا وسط الأزمة الوبائية لكورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلا أن رفاه المواطن كان قبل كل اعتبار في استراتيجية قيادة جديدة تستمع لانشغالات المواطن وتحس بمعاناته من غلاء المواد الاستهلاكية والتي زادت جائحة كورونا من حدتها. نحن كعمال نتمنوا هذه الزيادات في الأجور واللي كانت راح تكون في بداية مارس، وراح تكون ثاني في مارس 2024. كل زيادة نرحبوا بها مهما كانت، كل زيادة نرحبوا بها لأن القدرة الشرائية انخفضت بصفة كبيرة. قرار شجاعة وحنا رانا معها مهما كانت، وحنا رانا مع الرئيس مع هذه القرارات نبيلة. الحمد لله يا ربي، زيادات هي حاجة مليحة لينا، معتبرة بين 300 400 500 600 حاجة مليحة، زعما تكفينا القدرة الشرائية لأي موظف. كمواطن أولا وكعامل في الوظيفة العمومية نسمن هذه القرارات الشجاعة التي مست الفئة الهشة من المجتمع بالأساس. سلسلة رفع الأجور متواصلة لتتكرر من خلالها الزيادة المطبقة هذه السنة في العام المقبل 2024، فيبلغ بذلك إجمالي الزيادة في أجور الموظفين حوالي 47%، بالموازاة مع تعافي الاقتصاد الوطني نتيجة الخطة الاقتصادية المطبقة، بينما استفاد الشباب البطال من زيادة في منحة البطالة لتصل إلى 15,000 دينار جزائري هذه السنة. تمشيا ومتطلبات سوق الشغل، أعطيت اليوم إشارة الانطلاق الرسمي للدخول التكويني لدورة فبراير 2023 عبر كافة مراكز التكوين المهني الوطني تحت شعار نتكون نجتهد لنبدع، عروض تكوينية في اختصاصات جديدة أدرجها القطاع بولاية بومرداس تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، تقول ملكة بن عويشة.
من خلال هذا التكوين راح تكونوا قادرين بعدها إن شاء الله على ممارسة المهام تاعكم على مستوى المحطات المتواجدة على مستوى الولاية. مشاغل محطات تحلية مياه البحر تخصص ضمن 9 تخصصات جديدة استحدثها قطاع التكوين والتعليم المهني. رضوان واحد من الذين التحقوا بهذا التكوين لأفاقه الواعدة في سوق العمل التي تتطلب موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة. سمعت بالتخصص هذا الجديد والمستوى تاعي اللي هو ثالثة ثانوي يسمح لي باش نتخصص فيه ونقدر يعني يفتح باب شغل لي جديد، خصوصا المنطقة تاع ولاية تاعنا ولاية بومرداس تعرف إنجاز عدة محطات لتحلية المياه. أكثر من 152 تخصص مفتوح في عروض تكوين لهذه الدورة من في 21 شعبة مهنية، من بينها عدة تخصصات جديدة خاصة ما تعلق بتحلية ماء البحر، فرعين، واحد في معهد يسر والثاني في برج ملاين 2، وتخصصات التي لها علاقة بالفلاحة. إلى جانب التكوين والتمهين يرافق القطاع الشباب في الإدماج، وهذه أولى الدفعات من فئة البطالين المستفيدين من منحة البطالة، يتخرجون بشهادة تؤهلهم لمنصب شغل أو إقامة مشروع خاص. استفدت من منحة البطالة تاع التشغيل لانام، والحمد لله تكونت تكوين مهني وعيطوا لي لانام وتكونت في مدة 3 شهور. مديت دبلوم الخياطة وإن شاء الله به نحقق حلمي وندير مشروع. عدة اتفاقيات شراكة وعمل بين مختلف القطاعات والمنظمات على ولاية بومرداس، هدف هذه القطاعات هذه الاتفاقيات ترمي إلى إدماج المتربصين في مناصب عملهم، كذلك المساعدة وتسهيل عملية تنصيب المتمهنين في المؤسسات الاقتصادية. التكوين المهني فرص واعدة أمام الشباب لولوج عالم الشغل والمقاولاتية. وشباب بجاية يتوجهون نحو التكوين في مهن الميناء لما يوفره هذا التخصص الجديد من فرص لولوج عالم الشغل. صرح تكويني كان اليوم محل زيارة وزير النقل تقول لنا بالعيد. بأجهزة تدريب حديثة وبمساعدة خبراء في المجال، مركز تكوين مخصص لمهن الموانئ بولاية بجاية يستقطب مئات الشباب بهدف تلبية احتياجات وتطلعات المؤسسات وتطوير مهارات مهني القطاع. بعثونا المؤسسة نتاعنا باش نديروا ريسك على كيف نسوقوا الآلة الشوكية الكلارك. تم إنشاء مركز تكوين بجاية ميديترينيان تيرمينال التابع لمؤسسة ميناء بجاية، حيث تم تجهيزه بمحاكاة حديثة خصصت للتدريب مشغلي جسور الأرصفة ورافعات الموانئ المتنقلة والجسور المطاطية، كما يوفر المركز أيضا في تخصصات أخرى على غرار الهندسة، الصحة والسلامة والبيئة. الانفتاح على السوق الدولية والإفريقية ضمن الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لمركز التكوين المينائي لبجاية. هذه المدرسة يعني لديها التجهيزات اللي عندها هي الوحيدة يعني الموجودة على مستوى العالم، يعني بتقنية جد عالية، وهذه المدرسة تعتبر أول مدرسة على المستوى الإفريقي، فلازم نستغلها ولازم نتعامل معها ولازم نكونوا كل عمال اللي يخدموا في الموانئ واللي يخدموا في الأشغال العمومية. مركز تدريب بمعايير دولية من شأنه المساهمة في تكوين اليد العاملة وتعزيز قدرات ولاية بجاية في أن تكون محوراً بحرياً على المستوى الوطني. وبولاية الجلفة يحرص القطاع على مرافقة ومتابعة الشباب البطال بإتاحة فرص جديدة لولوج عالم الشغل، حيث تم تسجيل أزيد من 2500 متربص في هذه الدورة من الشباب المستفيد من منحة البطالة. المزيد مع محمد شوقي بونيف. إدماج المستفيدين من منحة البطالة في قطاع التكوين المهني بولاية الجلفة، ففي المرحلة الأولى تم استهداف أزيد من 3200 متربص ليضاف لها في هذه الدورة 2510 متربصين سيتلقون تكوينا في عدة مجالات وتخصصات بالمؤسسات التكوينية بالولاية. وأنا من واحدة من المستفيدين تاع منحة البطالة، وقت خيرت حلاقة
وان شاء الله نكونوا من المستفيدين فيهم. احنا الشباب المشعل، مشعل الوطن، مشعل الغد، وحابين يزيدونا تخصصات في المعهد الوطني. انا من مستفاد من منحه البطاله اللي درها انا رئيس تبول، وراني درت في تاع الحلاقه، وان شاء الله ساعدني ان شاء الله في هذا المجال ان شاء الله. فرص كثيرة يقدمها قطاع التكوين المهني للشباب البطال بمرافقة ومتابعة ستسمح لهم بولوج عالم الشغل بيد عاملة مؤهلة وبمهن تتماشى مع السوق المحلية. مستفادة بالمنحة البطالة، وعيطوني للتكوين وهاني جيت واستفدت من هذا الطرز وتساعدني في حياتي. نتمنى من كل الشباب اللي عنده فيد زعما كيما نقولوا احنا ما عندوش واش يدير في حياته اليومية، ماذا بنا يلتحق للتكوين المهني باش يتعلم تكون عنده مستقبل. تم تسجيل تقريبا حوالي 75% من العروض بما في ذلك 2510 خاصة بمنحة البطالة، وهذا يعتبر رقم أيضا إيجابي. عدد المسجلين إلى غاية 18 فيفري كان 5074 متربص. فهذا الاهتمام البالغ لقطاع التكوين المهني بولاية الجلفة باعتباره خزانا للكفاءات المهنية من الشباب لدعم الاحتياجات المحلية باليد العاملة المؤهلة وأيضا لضمان مهنة المستقبل. إلى عالم الشغل الآن، حيث يحتضن قصر الثقافة بالعاصمة صالون التوظيف أمبلواتيك كونكت الصالون، وفي طبعته العاشرة يعرض ما لا يقل عن 2000 منصب شغل في مختلف المجالات على المؤسسات وشباب الباحث عن العمل. المزيد مع حفصة جاني. هو فضاء يجمع بين المؤسسات الاقتصادية والشباب الباحث عن العمل لعرض مختلف فرص العمل المتاحة والتواصل بصفة مباشرة مع الكفاءات التي تتوافق حسب الطلب. قدرنا بحول الله أن نخدم مع شركات كبرى في فرنسا في مجال البنوك، تأمينات وقطاعات أخرى، واليوم نرجعنا الجزائر، خلقنا فرع للشركة في الجزائر، وإحنا اليوم رانا في السوق الجزائرية باش نوفر للشباب الجزائري التكوين. أزيد من 100 مؤسسة مشاركة خلال هذا الصالون، ستوفر أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب من خلال إجراء مقابلات مباشرة وإيداع السيارة الذاتية. سيقدر دقينا تحويس على خدم ذي المعرض دقينا نخدم، وفعد عطس المؤسسات قلنا دقينا تدمون تدا خدم ذي الميتينو. جيت نشوف كما نلقى فرصة عمل تتناسب مع المجال تاعي. شفت دي زوفر دو طرافاي تريز انتيريسون، لقيت بزاف المؤسسات اللي يعرضون بزاف عروض عمل. كان في هذا الصالون عدة محاضرات ومؤتمرات لدعم الشباب في بحثهم عن العمل، فكانت هناك ورشات لكتابة السيرة الذاتية وللتحضير لمقابلة العمل. صالون التوظيف في طبعته العاشرة سانحة للشباب لمرافقته للولوج إلى عالم الشغل. عقد اليوم المجلس الأعلى للشباب جمعيته العامة غير العادية المخصصة لانتخاب أجهزة المجلس استكمالا للبناء الإداري والتنظيمي لهذه المؤسسة بحضور أعضاء من الحكومة ووسط الجمهورية. هذا وأكد رئيس المجلس مصطفى حداوي أن هذه الجمعية تأتي لتعزيز دور المجلس في الساحة الوطنية كفاعل أساسي. المزيد مع خالد حجلالي. في مشهد وطني يترجم المصداقية والشفافية انطلقت فعاليات الجمعية العامة للدورة الغير العادية للمجلس الأعلى للشباب، موعد استثنائي وانطلاقة فعلية لسير عمل المجلس. اليوم انطلقنا في المهام الفعلية المسعى للشباب، ألا وهي انتخاب هياكل المجلس لبعث روح جديدة ونفس جديد للمجلس الأعلى للشباب. سيد رئيس الجمهورية أرسى دعائم هذه المحطة الدستورية، هذه الرؤية السديدة، فلذلك نحن نقول أن المجلس الأعلى للشباب هو منصة حقيقية بامتياز. لازم
70% التي تمثل الشباب اليوم لازم التغيير للأفضل والتغيير إلى أحسن حال من ممثلي أعضاء المجلس الأعلى للشباب إلى كل الولايات إن شاء الله. الجزائر تحتاج الشباب نتاعها ويتكتلوا ويتحدوا شمال جنوب شرق غرب من أجل التحديات القادمة، من أجل مرافقة السيد رئيس الجمهورية في من أجل إرساء التنمية في الجزائر الجديدة. لقد سام لي سبوار دقولو نوان تمن مستمر نوان بيسك ثلا الإرادة السياسية قلقت نتوالي سكملت نتوالي دقوال نغد قسمين قمسلين نسلوية نتقذو ذا مس عبد المجيد تبون. تفعيل الآليات الهيكلية والتنظيمية للمجلس لأكبر طاقة حيوية للبلاد يكرس اليوم بوضوح بذور الثقة بين الإرادة السياسية الصادقة والشباب. هي الرسالة التي قرأناها بوضوح من خلال المشهد السياسي الذي أراد من خلاله السيد رئيس الجمهورية أن أولا يفي بوعده وعهده ويكون الشباب في قلب الحركية والديناميكية الوطنية التي تشهدها الجزائر، وأن لا يكون ذلك شعارا سياسيا يردد ويرفع ونغازل به أصوات انتخابية، ولكن يكون حقيقة راسخة في جزائرنا اليوم. فسح المجال أمام الشباب ليكون فاعلا حقيقيا واستثمارا رابحا للوطن، مبادرة تعزز اليوم أكثر في مشهد وطني يعد بالكثير للجزائر الجديدة. تنفيذا لقرارات اجتماع مجلس الوزراء بخصوص توجيه الاستثمار في الطاقة النووية للاستعمال الطبي عقد اليوم بمقر محافظة الطاقة الذرية بالعاصمة، اجتماع تنسيقي جمع كل من وزير الطاقة محمد عرقاب، وزير الصحة عبد الحق سيحي، وزير الصناعات الصيدلانية علي عون، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري. الاجتماع خصص لبحث استعمالات الطاقة النووية في الطب خاصة لدى مرضى السرطان، كما تم تعيين فوج عمل يشمل كل القطاعات المعنية للانطلاق في تصنيع وإنتاج الأدوية بالجزائر. انطلقت اليوم بمجلس قضاء الجزائر أشغال اليوم الدراسي حول حماية حقوق الملكية الفكرية في مجال الإنترنت، حيث تم طرح مختلف أشكال وصور التعدي على هذه الحقوق عبر البيئة الرقمية، الواقع الذي حتم وضع آليات تشريعية وتنظيمية تمثلت في سن مجموعة من القوانين لحمايتها والتي تدخل ضمن تخصصات المحكمة التجارية للفصل فيها. اللقاء أشرف على افتتاحه النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء الجزائر ورئيسة المحكمة التجارية المتخصصة وعدد من منتسبي قطاع العدالة. دوليا وفي شان الفلسطيني، استهدف اعتداء سافر للمستوطنين صهاينة مواطنين فلسطينيين في رام الله، حيث أحرقوا منازلهم في نابلس، فيما اندلعت شبكات جراء اقتحام جيش الاحتلال لجنوب شرق محافظة بيت لحم جنوب القدس المحتلة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 12 فلسطينيا بعد الاعتداء عليهم في الضفة الغربية والقطاع. والختام من جانيت بجولة سياحية في ربوع جنوبنا الكبير، فبين الواحة والحرفيات قصة إبداع تؤلفها أنامل ترقيات صونا لتراث متفرد بروائعه السبع، نكتشفها معا في هذه البدائع المصورة لحنان بوريو. واحة جانيت نبض حياتها هو منشأ قصورها. نخيلها ينتج أزيد من 200 نوع من التمور، أشهرها تتملط، انتكوس وتنغمان. حرائر تصل نزجر، يجدن فيها مادتها الأولية فيستعملن سعفها في حرفة السلالة. بإتقان تصفر خصلات سعف النخيل لصنع منتجات واسعة الاستعمال في المنطقة كالقفة الجنتية، الحصائر والأطباق. باش ما تموش الحرفة نتاع جانت نتاع اليد، نستعملو في البيوت وفي العراس وفي المناسبات، وكي يجيك الضيف تعطو به الاخر طعام ولا دير وتفتلو بهم. لازم نعلموها لين باش تبقى جيل ورا جيل يتوارثوها.
مشتقات النخيل تستعمل في مآرب عديدة، فتمرها المجفف ونواتها أساس لوصفات غذائية تقليدية موروثة جيلا عن جيل. عزيزة عميدة حرفيات جنات تعمل على نقل هذا التراث الزاخر لشابات يافعات. نحن اليوم زعما قلت نبينوا باللي كاين التمور في جانت، وثانيا هذه العادات والتقاليد هذه نحن درك نورثوها للبنات الصغار باش يتعلموها، نخدموا بها السفه، نخدموا بها الغجيره، ونخدموا بها مازال السفوف هذيك، ونخدموا بها هذه تيكادورين ستوف هذه الغرغ اللي يكون استدقات هذه جمعيه لما الغدس علمونا فادتنا بليح. سبعة روائع تميز الصناعة التقليدية الترقية، فبالإضافة إلى السعف يترسع سجلها بصناعة الفضية وصناعة السيوف رمز الشجاعة. الصناعة الجلدية، صناعة الآلات الموسيقية والألبسة التقليدية، والصناعة الخشبية. السوق راهو يتمشي غاية في الغاية، الحمد لله رحمة ربي تحيا الزير. فبالإضافة إلى قيمتها التراثية والجمالية هي مصدر رزق العديد من العائلات الحرفية، وبسوق تاج أكل عينة منها. إلى التذكير بأبرز العناوين: رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رؤساء وممثلي الحركات السياسية لجمهورية مالي، وإشادة كبيرة بدور وجهود الجزائر في استرجاع الأمن والسلم في المنطقة. الجزائر تحتضن الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل، وفي صلب الأشغال صياغة تصور موحد لتكثيف التنسيق من أجل محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة يستقبل وزير الدولة المكلف بالقوات المسلحة البريطانية. الرفع من الأجور هو قرار مناسب أتى في وقت مناسب، لهذا نحن نثمن يعني رئيس الجمهورية على هذه المبادرة، ونتمنى يعني نتمنى حتى يعني في المستقبل إن شاء الله أن هذه الأجور تكون متوافقة مع التطورات. هي قرارات كما نقولوا قرارات جد مهمة، وراح تساعد المواطنين باش يقضيوا الحاجه تاعهم. راه شجاعه وحنا رانا معها مهما كانت، وحنا رانا مع الرئيس مع هاد القرارات النبيله نقدر نقول لانعاش الاقتصاد الوطني والمعيشه وتحسين المعيشه للمواطن. تثمين واسع لقرار رئيس الجمهوريه برفع الاجور والمنح لفائده قرابه 8 ملايين مستفيد وصبها قبل شهر رمضان. تخصصات مستحدثة تواكب الحركية الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل مع الانطلاق الرسمي للدخول التكويني الجديد. نشرتنا تمت، شكرا لكم على متابعتها، ألقاكم غدا بحول الله تعالى، إلى اللقاء.